مشروب الهوت شوكليت زي ما قلنا من المشروبات اللذيذه جدا في الشتاء، خاصه الولاد الصغيرين كمان بيحبوه قوي. فتعالوا نعمله مع بعض من اول ما نكونه كباودر ونحطه كده في برطمان عندنا في المطبخ، ونبتدي كل يوم ناخد معلقه على كوبايه حليب، وهيبقى حاجه في منتهى الجمال. بينا بقى نشوف باودر الهوت شوكليت هيبقى عباره عن ايه. عندنا كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايتين من السكر الباودر، كوباية لبن باودر، كوباية شوكليت شيبس دارك، ومعلقة كبيرة من الفانيليا الباودر، ومعلقتين كبار من النشا علشان يخلي المشروب معانا كده ايه يعني له قوام شوية. ده كده الباودر بتاع الهوت شوكليت، تمام؟ طيب عايزة بقى استخدمه بقى، عملت البودرة بقى وعايزة اخدها واستخدمها. هنبتدي ناخد لكل كوباية حليب معلقة كبيرة من البودرة الهوت شوكليت، وهنزين بقى زي ما انت عايزة. عايزة تزيني بقى بكريم شانتيه مخفوق، مش عايزة تزيني براحتك خالص. فتعالوا بينا يلا نبتدي كده نعمل مع بعض بودرة الهوت شوكليت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة البولة اللي هشتغل فيها طبعا تكون ناشفة علشان ما ترطبش معايا المكونات اللي هحطها. يلا بينا بقى، الموضوع سهل جدا. انا هبتدي اخد كل المكونات لانها كلها بودر وكلها جافه، واحطها مع بعض في طبق كبير علشان اقدر ان انا اخلطهم كويس. ده كده السكر، الكاكاو الخام، النشا، احط كمان اللبن البودر عشان لو حبيت ان انا اعمل هوت شوكليت وانا ما عنديش لبن في البيت فهعمله بميه هيبقى زي الفل برضه. الفانيليا البودر، وكمان حبيبات الشوكليت شيبس عشان تدي طعم كده غني ولذيذ للمشروب بتاعنا، ونقلب المكونات مع بعض عشان يبقى عندي مشروب او بودره مشروب الهوت شوكليت اللي اقدر احفظها عندي بقى في المطبخ. مش محتاجه احطها في ثلاجه ولا اي حاجه، هو الدنيا ساقعه خلاص، حطها في المطبخ في برطمان نظيف وناشف ما فيهوش اي روايح يعني سابقه من اي حاجه قبليها. وهحط الخلطه وابتدي اخد منها وقت ما احب. اظن ولا اسهل من كده وبصراحه ولا اطعم من كده. لازم اتاكد كويس قوي قوي ان كل حاجه ناشفه، البرطمان نظيف وناشف ما فيهوش اي روايح، كنت عاملة فيه حاجة ليها ريحة نفاذة ولا حاجة عشان ما تكرفش على اللي احنا هنحطه فيه. فضروري جدا نتأكد كده انه ناشف تماما. معلقة كمان، ويلا نعبي البرطمان ونبتدي نعمل مع بعض بقى كوبايتين كده من الهوت شوكليت. لو عندنا برطمان كمان ما شاء الله الكميه مطلعه حبه حلوين قوي. وايه دي احلى بودره شوكليت او هوت شوكليت تحفه. نحطها هنا وهبتدي اجيب بقى ايه، تعال نجيب اللبانه عشان نعمل كام كوبايه كده من الهوت شوكليت. ده الحليب، ده حوالي لتر من اللبن يعني 4 كوبايات. نحط له 4 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة كده مليانة، 1 2 3 4. نحطه هو بارد، اللبن هو بارد. هاخد البودرة الهوت شوكليت اللي احنا عملناها احطها عليه وقلب وارفع على النار، تمام؟ نولع العين دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، النار شغلناها وهنبدا بقى نحط الخليط على النار، الحليب مع بودره الهوت شوكليت، ونقلب لغايه ما كله يدوب كده مع بعضه. ومن وقت للتاني ندي تقليبه. احنا حاطين نشا بس بكميه قليله قوي طبعا، لان دي مش مهلبيه ولا حاجه، ده مجرد مشروب بس عايزه اعمل له كثافه ما يبقاش ميه خالص او سايل قوي.
يبقى كده فيه تحسوا كده انه في حاجه غنيه. زي الفل. معانا برطمان تاني نحط فيه؟ خلاص تمام مفيش مشكله. احنا بنقلب بقى الهوت شوكليت على النار تمام عشان ده لبن واللبن ممكن يفور زي ما بنفوره كلنا عادي كل يوم الطبيعي بتاعنا. فاقدر اشيله كمان من على النار عشان ما يفورش معايا. وبكده نكون عملنا احلى مشروب سهل ولذيذ عملناه من اوله لاخره. بينا بقى نشيل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الموجات اللي عندنا ما شاء الله تاخد نص كيلو لبن. يلا هنا بقى تقدري تزيني بكريم شانتيه لو انت حابه. طبعا هي كده اعتقد هي مش محتاجه بس تعالوا يلا نعمل شكل كده. كريم شانتيه علشان بيبقى خفيف فتلاقيه اصلا يعني عام على الوش كده والدنيا تمام قوي. التزيين ده طبعا اختياري، ناس بتحب ناس ما تحبش زي ما انتوا عايزين. عندنا بقى مارشميلو ممكن ايه نحط كده. يا سلام يا ريت. طيب احنا لو لقينا عندنا بقى شويه شوكليت شيبس كده فايضين مننا نحط على الوش. يا سلام ايه الجمال ده، احلى من احلى كافيه.